وحده اللي بقات البنات، وحده اللي بقات سولدي بالصحه والراحه للناس اللي غادي تلقاها قدام. هكا سامبل شي حاجه غزاله خفيفه ظريفه وبلديه تقدري تحضري به. المهم هو كيجي. السلام عليكم ورحمه الله، معكم ايمان الزايد، رجعت لكم في هذا الفيديو الجديد اللي كنتمنى من الله يا ربي انه يلقاكم دائما وانتم في احسن احوالكم. فيديو جديد، موعد جديد، ولقاء جديد. الغزاله ديالي رجعت لكم فيديو جديد. شكرا لكم كاملين، شكرا للناس اللي كيدعمونا والناس اللي كيبارطاجيونا، ومرحبا بكم الناس الجداد. تبارك الله الصفحه ديالنا هذا وكتزيد تكبر ما شاء الله. مرحبا بكم والف مرحبا بالنسبه للناس اللي يلاه كيلتحقوا بنا. البنات بالصلاه والسلام على رسول الله دائما. غادي نبداو اول حاجه بالنسبه لهذا الفيديو ديال اليوم. نظرا لاخر فيديو كنت حطيت كنت ذكرت لي كيمونو، عرفتوا شحال من اخت كتسول ايمان امتى الفيديو ديال لي كيمونو. كاينين اللي خداو جليبات الخفافين بصحه والراحه بعدا الناس كاملين اللي استافدوا من العرض ديال 400 درهم اللي كانوا فيه جليبات خفاف، جليبات صيفيين فنين. الناس اللي ما ساعدتهمش يعني الفرصه او الحظ انهم ياخذوا من عندنا لانه ما كانش كونتيتي كثيره، فكان وعدكم انه ان شاء الله راه مازال غيكونوا عروض ديال جليبات خفافين، جليبات صيفيين ابتداء ان شاء الله من هذا الشهر. راه مازال ان شاء الله غادي نركز لكم بزاف على هاد الجليبات خفاف لانه كيكون عنده طلب كبير من عندكم. فنرجع للموضوع، بالنسبه للفيديو اللي فات كنت ذكرت فيه بانني غنحط لي كيمونو، فبزاف الاخوات كيقولوا لي امتى ايمان غتحطي لينا لي كيمونو، فينا هو الفيديو يعني يومين هذه باش حطيت تقريبا ولا 3 ايام، وكاينه اللي خدات الجلابه وكتسنى هذا الفيديو ديال اليوم. ف انا حطيت لك انا ان شاء الله غادي نحط لكم هذا الفيديو هذا بصحه وراحه الناس كاملين اللي غادي تلقى شي حاجه قياسها بصحتها، واللي ما لقاتش راه مازال الخير القدام ان شاء الله الرحمن الرحيم. يلا البنات بالصلاه والسلام على رسول الله دائما. غادي نبدا لكم بهذا الموديل ديال اليوم. هذا الموديل البنات ديجا كنت خدمته في رمضان، كنا بدينا فيه الخدمه ولكن الكوليكسيون ديالو كانت ما كملاتش ليا، ما كملاتش نظرا للضغط اللي كان عندنا في الوقت والخدمه وتدركنا، فكانوا وجدوا غير شي لوينات وكانوا استافدوا منه الاخوات دوك الالوان. ودابا البنات كملنا البعض منها، فغنبدا نبارطاجي معكم. شوفوا معايا هاد لي كيمونو الناس اللي يلاه كيلتحقوا بينا ومازال ما عرفوش، شوفوا معايا هاد لي كيمونو. راه واحد الموديل عاوتاني عصري، يا سلام، واحد الموديل طوب طوب طوب. اول حاجه هاد لي كيمونو الناس كيمتازوا بهاد الفتيحات اللي كيجيو هكا كبارين في الجناب بالعقاده البنات. دائما هنا عندنا ضفيره رقيقه، وهنا لتحت البنات كيتخدم في الكريب دو سوا كوريا بروميير جوا، شي حاجه فنه البنات. وفي الفوق خدمناه بلا موسين. نعاود ننزل لكم باش تشوفوا الكيمونو كيفاش كيجي في اللبسه ديالو. طوب طوب طوب، يا سلام، شي حاجه فنه البنات. شفتوا معايا غزال هذا، كنا خدمناه في الالوان البنات وكان عليه الطلب وتبارك الله دوك الالوان اللي حطينا فكانوا تباعوا ما بقاوش هذوك اللوينات. فهادو هما الالوان الجداد اللي رحنا خدمنا فيه. وبالنسبه للي مونش البنات شفتوا كيجيو لي مونش ديالو بحال هكا مقبوطين، كيجي لي بلي هنا وكتجي واحد الطريزه خفيفه. وبالنسبه للتحتانيه البنات هذا راه قفطان، انا جبت لكم الكم ديالو باش تشوفوا. هذا البنات راه قفطان، يعني تقدري انك تلبسيه بوحديتو بالنسبه لهذا القفطان التحتاني. كما قلت لكم البنات فهذا القفطان التحتاني راه بوحديتو تقدري تلبسيه، يعني تقدري تحيدي الكيمونو ويبقى هذا قفطان لانه كريب دو سوا كوري بروميير جوا، شي حاجه زوينه البنات. وعقيدات هابط حتى لتحت بكميمات ديالو، يعني تقدري تلبسيه ما عندك حتى شي مشكل. بالنسبه لي بابوش البنات حتى هما متوفرين، راه غادي يجيو فيهم لي كولور ان شاء الله الرحمن الرحيم. شوفوا معايا راه هما فني فني فني، ما عرفتوش كيبانوا لكم ولا لا. غزالين، غيكونوا في الالوان البنات هاد لي بابوش هادو غزالين. وبالنسبه للكيمونو ديالنا كيجي بحال هكا على هذا الشكل، كيجي هكا سامبل شي حاجه غزاله خفيفه ظريفه وبلديه تقدري تحضري به. المهم هو كيجي طوب طوب طوب، يا سلام هاد الموديل هذا. نشوفوا الالوان اللي وجدنا فيه، ولا قبل ما نشوفوا الالوان البنات نشوفوا هاد الموديل هذا اللي لابسه انا شحال فيه. فيه 39 في الكتاف، 58 في طول الكم، 28 في الصدر، 30 في لي هونش ميترو، 38 بالنسبه لي شالو. لي بابوش حتى هما ان شاء الله راه حاضرين البنات، يعني اي حاجه
تقدري تلقاي ليها تقدري تلقاي ليها عندنا الشعر وتلقاي حتى البابوش ديالها. وبالنسبه لي بابوش راه فنين، كنتمنى من الله ان الصوره تكون يعني بانوا لكم في التصوير. كاين البنات في البلوغو، شوفوا معايا البلوغو كيحمق، هذا البلوغو مع البيض نفس الموديل البنات. بالنسبه لهذا الموديل البنات هذا دو بياس 900 درهم البنات، بالنسبه للثمن ديالو 900 درهم. بالنسبه للديطاي البنات كيبقى في نفس لي ديطاي، العبارات اللي غيكونوا كيختلفوا 40 في الكتاف 60 في طولكم 29 في الصدر 31 في ليونش مترو 41 الال والاكس ال. بالنسبه صراحه راه مازال ما وجدوش بزاف الالوان، ولكن الالوان اللي وجدوا غادي نبارطاجيهم معكم. كاين البلون البنات، دائما البلون كاسي كيبقى لتحت، كاين البلون كاسي مع هذا الغوز فوشيا. شوفوا معايا هذا الغوز، هذا اللي راه لا طوندونس دابا، شي حاجه فن غزال. وشوفوا في البيسه طوب. بالنسبه للشال كيف ما درت انا تقدروا ديروا الشال بحال هكا، سينو تقدروا ديروا لامبريني شي حاجه مزوقه، يعني يكون داخل البلون كاسي مع الفوشيا حتى هو غيجيكم زوين. كيبقى البنات دائما نفس الديتاي، نفس الديتاي كيبقى في اللبسه. بلا ما نطول عليكم الفيديو، الديتاي كله راه شرحته لكم بالتفصيل. بالنسبه للعبارات ديال هذا البنات عندنا فيه 37 في كتاف، هذا بوتي تاي 37 في كتاف 57 في طولكم 25 في الصدر 30 في لونج مترو 40 25 في الصدر 29 في لونج مترو 40. طول دائما قابل للزياده والنقصان. هذا كيلبس البنات سمول والميديوم، يعني صغيور في العبار ديالو. وكاين البنات اللون الثالث فيهم هو هاد لوبيرجين، شوفي معايا لوبيرجين تاعهم مع البلون كاسي طوب طوب طوب. كيما قلت لكم تقدروا ديروا الشال لون واحد كيف ما انا دايره، وتقدروا ديروا لامبريمي يعني على حسب نتوما وشنو بغيتوا. شي حاجه فنه راقيه رويقيه غزاله كتحمق البنات بالصحه والراحه للناس اللي غادي يستافدوا بالنسبه لهذا الموديل ديال اليوم. بالنسبه للعبارات ديال هذا 42 في الكتاف 60 في طولكم 28 ونص في الصدر 31 ونص في لي حونش مترو 38 طول، دائما قابل للزياده وقابل للنقصان. نشوفوا البنات واحد الموديل خفيف ظريف، واحد الموديل زويون حتى هو بالنسبه للناس اللي هكا بغاو شويه لي كيمونو يكونوا ناقصين في الثمن. نلبس لكم واحد فيهم ونرجع. بالنسبه للموديل الثاني الغزالات ديالي فهو هذا. شو انا ما تديوش على الالوان عاوتاني وتقولوا لي لابسه، انا بغيت هذيك اللي لابسه، راه كلشي زوين كلشي بحال بحال، غير يعني القياس على حسب القياس اللي كنلقاه هو اللي كنلبس لكم. كاين البنات هاد النوع هذا نوريك لكم بعدا باش نشرح لكم بالنسبه للديتاي ديال الموديل ديالنا. كيبقى دائما لي كيمونو هذا كتيفات مخزانيين، يعني كلهم غتلقاو فيهم هذا الموديل، هذا غتلقاو فيه كتيفات مخزانيين يعني كتيفات طايحين. بالنسبه كتجي فيهم واحد هكا واحد لابوند واحد طريزة هابطه حتى لتحت بحال هكا البنات، راه غادي تلقاو حتى لتحت هابطه. وبالنسبه للفصاله ديال هذا هو هذا حتى هو كيكون دو بياس. وهذا البنات بالنسبه ليه راه مخدوم في كريب روزا، هذا البنات في كريب روزا. يلا بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش كريب روزا، هو واحد الكريب دوزيام شوا ماشي بروميير شوا باش كنخدموا الجلالب، وهذا كيكون دوزيام شوا بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكا شي حويجات مرفقين في الثمن. بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكا حويجات مرفقين في الثمن وناقصين، ولكن حتى الكريب راه زوين البنات، رقيق كريب طايح وصيفي يعني زوين، هذا باش كيخدموا العبايات وكلشي يعني زوين. كريب رقيق وديال ديما هكا بالنسبه لهذا الموديل هذا. بالنسبه للموديل كيجي في لابون ديالو هكا كيجي موديل زوين خفيف وانيق. بالنسبه للثمن ديال هادو البنات فقط 350 درهم، دو بياس 350 درهم. كما قلت لكم هذا بالنسبه للناس اللي بغاو شويه شي حاجه ناقصه في الثمن، 60 في الكتاف 45 في طولكم 30 في الصدر مترو 40. هذا الال البنات لبس حتى الاكس ال. كيف ما قلت لكم البنات هذا كريب روزا، ولكن الكاليتي تيساج ديالها البروميير شوا بالنسبه للتيساج ديالها، حتى هي راه فيها الاشكال. وبالنسبه للناس اللي كياخذوا العبايات راه كتكون هي بزاف جلال ديال العبايات، وهذا
كاينه البنات في هذا اللون الثاني ديالها، هذا المنتقد المنتقد بالتركوا البنات، هذا منتقد بالتركوا. شوفوا معايا حتى هو زويون بالنسبه للناس هكا اللي بغاو شي حاجه شويه ناقصه في الثمن. كنعاود نذكر وهادو دي كيمونو صيفيين لان الكريب اللي فيهم صيفي، كيجي البنات مبرد الكريب وطايح وصيفي. بالنسبه لي كولور انا غادي نعطيكم لي كولور ونعطيكم حتى العبارات اللي كاينين. كاين هنا البنات 60 في الكتاف، دائما كنبقاو عبار في صاله مخزنيه في صفر طايحين. 60 في الكتاف، 45 في طولكم، 30 في الصدر، مترو و 42. البنات غتلقاو فيهم مترو 42 دائما، وانتم الطول غادي تقادوا الطول ديالكم كيف ما بغيتوا، يعني ما عندكمش مشكل. المهم هو الماكسيموم فيهم راه مترو 42. حتى هاد الستيل هذا زوين البنات، خفيف بالنسبه للناس اللي بغاو ديال تولي جوغ، ديال الصخره، ديال بزاف الحوايج. كاينه البنات في هذاك اللوين، كاين في هذاك القياس، وكاين في هذا القياس هذا نفسه البنات. بالنسبه للعبار ديال هذا 69 في الكتاف، هذا دوبل اكس ال، 69 في الكتاف، 47 في طولكم، 31 في الصدر، مترو 40. هذا بالنسبه غادي نعطيكم النمره 1 والنمره 2. انتيا ديري سكرين وعطيني قولي لي النمره 1 وقولي لي النمره 2 يلا باش نكونوا متفقين. بالنسبه لهذا واحد اخر شفيه البنات، ومخدوم بهذا المونتاج اللي دخلنا ليه المونتاج اللي عندنا في هاد لابوند ديالنا اللي راه حنا خدمنا بها. هاد الطريزه هادي ها هي هابطه حتى لتحت البنات، شفتوا كيجي ستيل ديالهم زويون بالنسبه للناس هكا اللي بغاو شي حاجه خفيفه، شي حاجه روينيه زويون البنات. فن او دو بياس 350 درهم فقط، دو بياس شي حاجه غزاله البنات. فن فيسا خفيفه، يا سلام شي حاجه زويونه. بالنسبه للعبارات ديال هذا الموديل حتى هو البنات غادي تلقاو فيه جوج ديال لي طاي، عندنا 61 في الكتاف، 48 في طولكم، 30 في الصدر، مترو 40. هذا البنات الاكس ال والدوبل اكس ال، وعندنا فيه قياس اخر اللي هو هذا نفسه البنات. غادي نعطيكم نمره 1 والنمره 2 دائما. نمره 1 ملي تبغي تكوموندي تقولي لي اعطينا ايمان نمره 1 ولا نمره 2، سواء جاوبت انا سواء جاوبت البنت، مهم دائما عطيونا النمره عفاكم. 66 في الكتاف، 45 في طولكم، 32 في الصدر، مترو 40. هذا تا هو هذا راه كيلبس دوبل اكس ال. بالنسبه لهذا الموديل البنات انا قلت لكم بانه كيلبس ما بين ال والاكس ال، قلت لكم الثمن ديالو 350. ما عرفتش واش ذكرت لكم هذا العبار هذا اللي انا لابسه. 60 في الكتاف، 45 في طولكم، 30 في الصدر، مترو و 42. شفتوا البنات بالنسبه للستيل الثاني هذا دو بياس كيجي زويون البنات. بالنسبه اللي بغات شي حاجه خفيفه هكا كيجي زويون. كاين البنات واحد كيمونو واحد كانت بقات من التشكيله اللي كنا درنا ديال دي كيمونو في طرز الحساب، واحد اللي بقى كيف ما عرفتوا بلي هادو ديال طرز الحساب كنا دوزناهم 600 درهم. واحد اللي بقى في الكريب جورجيت، الناس اللي كيبغيو الكريب ترانسبارون، هذه بياسه وحده حتى هي غادي تمشي. هادو مشاو ب 600 درهم، بياسه وحده غتبقى ب 400 درهم يعني سولدي. هذه بياسه وحده غادي نديروها سولدي لانها وحده اللي بقات. فبالصحه والراحه اللي غتكون النصيب ديالها البنات. هذه كتجي في البلو جين واعره، كتلبس مع الجين، تلبس مع النوار، فيها طريزه غزاله وشي حاجه فنه البنات. هذه راه خاصها تلبس باش تشوفوا كيفاش كتجي. وهذه تبارك الله راه كنا كنخدموا فيها العدد ما شاء الله وكيمشيو، فيها افتحات في الجناب مخدومه بالضفيره حتى لتحت. ستيل ديالها زويون، شوفوا الطريزه كي دايره كتحمق فيها غزاله. بالنسبه للعبارات البنات ديال هادي وحده اللي بقات البنات، وحده اللي بقات سولدي، 68 في الكتاف، 41 في طولكم، 34 في الصدر، مترو 40. هذه البنات تلبس الال تلبس الاكس ال. وبالنسبه للناس اللي شافوا معنا هذا الموديل ديال الطريزه كانوا في النوار وكان في الالوان تبارك الله. هذا البنات نوار كان في الالوان تبارك الله، كنا بعنا هذا الكريب دو سبور
هذا كنا بعنا التلوينه ديالو كلها ب 700 درهم، كانت مشات كلها التلوينه ديالو ب 700 درهم، حتى هو غيبقى لكم بنفس الثمن اللي هو 450. هذا كريب دو سوا غيبقى ب 450، يعني تقريبا 250 درهم تقريبا ديال الفرق. بالنسبه للطريزه ديالو كتحمق، بعنا فيهم تبعنا فيهم العدد ولي كولور تبارك الله كلهم مشاو، واحد اللي بقى. دائما ملي كتبقى قياسه جوج راه حنا كنسولديهم بالصحه والراحه، بصحه اللي غادي يستافدوا منهم. هذه 450 بالصحه والراحه للناس اللي غادي تلقاها قد هذا فن البنات النوار كيجي غزال بالصحه والراحه. بالنسبه للعمر ديال هذا البنات 62 في الكتاف، 48 في طولكم، 31 صدر، متر و 38. طول قابل البنات للزياده وقابل للنقصان. يلا البنات بالنسبه للفيديو ديال الكيمونو ديال هذه المره غيكون سهل، نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات مقبله في موديلات جداد. حتى لهنا غنبغي نقول لكم بسلامه، خليت لكم الراحه، ما تنساوناش من لايكاتكم. شكرا على حسن المشاهده، نتلاقاو في فيديو المجيد.